أنا أعتقد أن مسألة دي الحلاش تكون واحد المحطة خاصة في تاريخ التصوف والفكر الصوفي عامة، وربما حتى العمل دي المسيحيين، ولو أنه كما أشرت إليه هناك بعض التوجهات التي تقتضي أنه تحاول يكون واحد تقاطع مع بعض الأفكار الأساسية في الجانب المسيحي، إلا أنه في نفس الوقت قام بعمل وأطروحة جد متعمقة، والتي جعلت أن نفهم ونستوعب المحيط الاجتماعي والسياسي والفكري الذي كان سائدا آنذاك. ففي الحقيقة في الوقت دي الحلاج كانت واحد الإشكالية كبيرة. هناك من كان يعتقد أنه كان من الأولياء وبناء الصوفية الكبار مثل الشبلي، حتى ربما الجنيد، ولو أنه خدم واحد المسافة منه، لأنه كان يرى أنه كان يغلب عليه واحد الجانب الذي يسميه الصوفية من السكر ومن الحال من الشطحات الصوفية. وأنا ذاك أعتقد أنه المسألة قد تسوقه إلى ما لا يحمد عقباه، ولكن في نفس الوقت كان يتفهم أنه المسألة تتعلق بتجربة روحية عميقة جدا، ولو أنها كانت تتجلى بواحد شكل غير معتاد.